أخبار اليوم. بعد قرار البنك المركزي بإعادة طباعة الجنيه الورقي من جديد ونزوله للسوق المحلية عشان نفك أزمة العملات المعدنية اللي موجودة في السوق، قررنا إن احنا ننزل وناخد رأي الناس اللي موجودة في الشارع عن عودة الجنيه الورقي تاني من جديد، وعن هل فعلا كان في أزمة ولا لأ في الجنيه المعدني، والجنيه ده بيشتروا بيه إيه. ومعانا دلوقتي عمو منصور العبدي. إيه رأيك في عودة الجنيه الورقي تاني؟ كويس اللي هو رجع تاني، فك أزمة. كان في أزمة في الفكة. ليه بقى؟ كان في أزمة في الفكة لأن الناس كلها بتشتغل بالفكة. أنا واحد من الناس لما بيكون معاه فكة كتير قوي بيبقى في رزق. أما الجنيه الورق برضو يعني فك أزمة شوية، بس مش زي المعدن. الجنيه الفضة مثلا لما يكون مثلا انت بتدي مثلا الراجل مثلا 10 جنيه ويديها لك كلها مثلا 9 او كلها 8، في منها كتير بتقع منك، اما الورق بتقدر مش بسهوله اللي يقع منك. وغير كده وكده الفضة بيكلف الدولة مبالغ كبيرة عن الورق. بس هو الجنيه الورق عودته من تاني فكت موضوع أزمة الفضة ديت. أي واحد بيركب ميكروباص أوتوبيس يقول له باقي أو هات فضة أو مفيش أو يبقى لك أو كده، فبيبقى فيها أزمة برضه. لكن لما الجنيه رجع أهو ده متداول أكتر من الفضة دلوقتي. فعلا يعني فك الأزمة اللي كانت أكيد. هل فعلا كانت التجار بيفكوا مثلا 100 جنيه ب 90 جنيه وكده؟ أنا سمعت الكلام ده. انا سمعت ان الناس كانت بتاخد يعني كانت وظيفه، واحد مثلا يدي واحد مثلا 500 جنيه وبتاع وبياخد عليها عموله او كده. تمام. انت بتشتري ايه بالجنيه؟ بشتري ايه بالجنيه؟ اقل حاجه مثلا بشتري بركب بيه اقل حاجه، وما فيش حاجه بجنيه دلوقتي غير الاتوبيس، يعني الميكروباص بجنيه وربع بجنيه ونص الكلام ده. لا لا ما فيش حاجه بجنيه خالص، باكل شيبسي مثلا لطفله بتاع دي اقل حاجه. حاجة كويسة يعني الجنيه هو بس المهم قيمته تعلى شوية. الجنيه دلوقتي بيجيب ايه؟ بيجيب ايه؟ انت لو اديتي اي عيل صغير الجنيه دلوقتي يقول لك هاتي 5 جنيه. انت بتجيبي حاجة بالجنيه؟ في حاجة بتجيبيها بالجنيه دلوقتي؟ المناديل. باكل مناديل. يعني ساندوتش الفول بجنيه ونص و175 كمان يعني اقل حاجة. الجنيه المعدن احسن ولا الورق؟ هو المعدن حلو بيتشال معانا في الكيس، يعني الورق بيعمل مشكله بيتقطع والحاجات دي. ولا اي حاجه، ما بنجيبش بيه اي حاجه. طب ايه رايك في عوده الجنيه الورق تاني؟ والله يرجع زي ما يرجعش مش فارقه كتير، ده وده ما بيتصرفوش في حاجه مفيده. الجنيه ما بيركبكيش حتى 10 متر، ملوش اي قيمه. ما بيجيبش حاجه. انت بتركب مع الناس بجنيه وربع النفط، بجنيه وربع. يا ريت على الاقل حتى البركه تحصل يا اخي، ده جابوا لنا الفقر من ساعه ما عملوا الحاجات دي. ما رجع اهو احنا بناخده. طب هو الاحسن ولا المعدن؟ لا هو طبعا الاحسن. هو احسن. طبعا. ليه بقى؟ تحس ان هو ليه قيمه. ليه قيمه، انت واخد بالك؟ بس هو ليه قيمه جامده قوي، حتى لما تديه تعالي ابنك كده اديله جنيه فضه وجنيه ورق هتلاقي الورق ليه قيمه عن الفضه. معاه في حاجه عايز تقولها للحكومه؟ يخلوا بالهم من الناس الغلابة، عشان الناس الغلابة خلاص استوت واخرهم خلاص. الجنيه بيجيب ايه دلوقتي؟ ما بيجيبش حاجة يا استاذ خالص. ما هيجيب ايه؟ طب انت ايه رأيك في عودة الجنيه الورق تاني؟ ما هو يعني ما هو كده كده اساسا ملوش لازمة، بس هو يعني في الاتوبيس حتى لو طلعت الاتوبيس ركبتي ب2 جنيه، جنيه ونص التذكرة مش بجنيه، يعني في الاتوبيس ما فيش بجنيه. هو الجنيه بيجيب ايه يا استاذه؟ ما بيجيبش حاجه الجنيه. وبعدين انتوا رجعتوه وشلتوه ليه؟ هم شالوا الجنيه ليه؟ وفي الايام الاخيره دي من اسبوعين ثلاثه كده او يعني شهر، تقدر تقولي شهر، الجنيه الفضه ده اختفى من السوق، اختفى من السوق، راح فين؟ ودوه في ايه؟ مش موجود خالص مع حضرتك، ولا الجنيه الورق اللي رجع ده موجود، فين هو؟ ما حضرتك بصي انا المفروض ان انا اكون معايا سيوله فضه كتير قوي عشان شغلي. انا معايا 3 جنيه فضه اول عن اخر اهو، اول عن اخر. تمام حضرتك؟ يعني في مشكله في الفكه. فين هي؟ راحت فين؟ خصوصا الجنيه الفضه ده راح فين؟ اختفى اختفى. خدت بال حضرتك؟ اختفى اختفاء فظيع، معايا مع البقال مع بتاع المطعم مع السوبر ماركت مع الميكروباص اللي كان بيعدي عليا ويديني ب 50 وبال 100 في الورديه اختفت. طب انت بتشتري ايه بالجنيه؟ مش شريش حاجه.
تجيبش حاجة. ولا ب 2 جنيه. هو اقل مشروب عندك بكام؟ اقل مشروب عندي ب 2 جنيه. قال ده ايه بقى؟ الشاي. الشاي ب 2 جنيه؟ ما كانش حد بيرضى ياخده. دلوقتي بسيط قوي، حد ياخده وحد يرجعه. بس هو رجع تاني السوق. رجع بس ما حدش راضي ياخده. طب انت رايك ايه، جنيه الورق احسن ولا جنيه المعدن؟ والله اللي بيمشوه احنا بيه معانا وخلاص. الجنيه دلوقتي بيجيب ايه؟ ولا ما بيجيبش حاجه. ما بيجيبش حاجه. خالص. اقول لهم ايه بقى، الحاجه غاليه شويه. غاليه شويتين. حاجه غاليه شويه. طب يعملوا ايه بقى؟ يرخصوا الحاجه يعني؟ يرخصوا الحاجه يعني، في حاجات احنا مش لاقيينها. يعني الفراخ غاليه قوي، واللحمه كانوا بيقولوا الجيش عاملها، دلوقتي ما بنلاقيهاش، ادينا طالعين اهو مش لاقيينها. هي فين الحاجات دي؟ عودة الجنيه الورق بكام؟ والله الجنيه الورق يعني ملوش لازمة، أو الجنيه العادي فضة ملوش لازمة دلوقتي. دلوقتي أجرة الأتوبيس ب 2 جنيه. يعني ملوش لازمة برضو يعني. الحاجة الساعة ب 2 جنيه. يعني جنيه جيبي رغيفين ثلاثة، عيش بس يعني. ما جيبش أي حاجة خالص. خالص. طب أنت رأيك إيه في الجنيه الورق نزل تاني السوق؟ ما ملوش، مش هيحل أزمة برضه. الأزمة لسه مستمرة. حتى بعد مرور أسبوع كده من ما احنا شغالين فيه وما ما فيش أي جديد. تمام. طب أنت في حاجة عايز، رسالة عايز توصلها للحكومة؟ هو برضه الغلاوة برضه. الناس بقى يعني إيه، خلاص جابت آخرها بسبب الغلاوة. والله هو يعني كويس الجنيه الورق كويس، بس الناس تعودت على الجنيه الحديد وكده وخلاص تأقلمت عليه، فهو عودة الجنيه الورق كويسة. بص لحضرتك حاجة، يعني احنا البلد الوحيدة الجنيه ليه قيمة، ده انا اقدر اقوله. يعني الفقير هنا في بلدنا ممكن بجنيه يقدر يجيب رغيفين بربع جنيه، ويجيب اربع طعميات وياكل ويشبع. بره مش مفيش. الجنيه بيعمل يقدر يجيب بيها حاجه، ويقدر يمشي ويتعايش. البلد الوحيده العربيه في مصر، يعني هي مصر الوحيده اللي الواحد يعرف بجنيه يعرف يجيب بيها حاجه بصراحه.